هذا وقال الخبير الكيميائي السوري نوري بريمو في لقاء خاص أيضا أنه من الواضح وفق الوثائق التي حصلت عليها أخبار الآن أن الخبراء الذين استخدمهم داعش في تحضير المواد الكيميائية بهدف خلطها بحشوات متفجراته هم سوريون وليسوا عراقيين فقط. أضاف بريمو بأن المصطلحات والتوصيفات التي استخدمها خبراء داعش في وثائق أخبار الآن كشفت أنها بلهجة سورية وليست عراقية فقط. بعد ما طلعت أنت على الملف وطريقة التسمية وطريقة كتابة هذا الملف، باعتقادك شنو جنسيات الأشخاص اللي يعملوا على هذا الملف؟ أعتقد أنه راح يكونوا لازم قريبين، لازم سوريين وعراقيين. وأعتقد أنه أخذين مواد أولية وطرق وكذا من جامعة الموصل. يعني أنا بتوقع أنه مستخدمين مخابر جامعة الموصل لأغراض غير سلمية. أنا هيك بعتقد لأنه التسميات ولهجات الكتابة وكذا توحي إلى أنهم سوريين وعراقيين مختلط، ويبدو أنه مشتغلين بمخابر الجامعة. يعني لأنه هاي ما بتصير بالأقبية وبالقنوات ودهليز وكذا، لا هاي مشتغلين برياحة، يعني وكأنه عم بيعملوا تجارب بأريحية، وهيك تجارب بأريحية ما ممكن تصير إلا بمخابر الجامعة، يعني مخابر تكون